السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زيادة جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 ب 832 جنيه مجددا بختام التعاملات اليوم الاثنين الموافق 21 من فبراير الجاري. قفز المعدن الأصفر 4 جنيهات منذ التعاملات الصباحية والتي تراجع خلالها سعر الجرام بقيمة 2 جنيه، وقد شهدت أسعار المعدن الأصفر قفزات سعرية متتالية على مدار الثلاثة أشهر الماضية دون المصنعية، والتي يتم تحديدها وفقا للجهد المبذول في القطعة الذهبية، وتختلف أسعار المصنعية من تاجر لآخر ومن محافظة لأخرى حسب حجم وشكل كل قطعة ذهبية. تتراوح قيمة المصنعية ما بين 3% إلى 7% تقريبا من سعر الجرام. وسجلت أسعار الذهب في السوق المصري بختام تعاملات اليوم الاثنين عيار 21 حوالي 832 جنيه للجرام، وعيار 18 713 جنيه للجرام، وعيار 24 951 جنيه للجرام، والجنيه الذهب سجل 6605 والجنيه الذهب سجل 6656 جنيه. دمتم في رعاية الله وأمنه، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.